عن شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، والعكس، ومن قالها من الليل موقنا بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حافظ على الدعاء ده، هتلاقيه موجود تحت، هكتبه لك تحت في الديسكريبشن. انشره بين صحابك، خده كوبي بيست وانشره عندك على الفيسبوك، او خد الفيديو وانشره عندك على الفيسبوك او على الواتساب، لعل دي تكون حسنة ترفع درجتك في الجنة وتبعدك عن النار. كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.